أقدام وقلوب الأهلوية في هذا اللقاء. ملعب تمالي يشهد إعصار أهلاوي في هذه الدقائق. كرة مرفوعة ركنية، جول! سلتو أريس، يا سلام! أريس سلتو براسية المحطة الهوية. شوف اللقطة، يا سلام! انسل هرب راسية في الزاوية 90 في عش العصفور يا رشيد يا سيدو، في عش العصفور تنايه. يا سلام! سيناريو متميز، سيناريو جميل جدا. 2-1 كما ذكرت في نهاية الشوط الأول، النتيجة اللي كانت 7 مرات، 4 مرات كانت لصالح الاتحاد، 3 مرات كانت لصالح الأهلي. هل ستكون الرابعة؟ هل سيتعادلون؟ الكرة لأنيس، يراوغ، يتلاعب، يلعب لكرة خطيرة، فرصة، الله 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 الله، يا سلام عليك! استلم، قرر فراوغ، مرر، والكرة في الشباك. 3-1، انهيار في جدارات دفاعات الاتحاد. أنيس سلتو يراوغ ليسجل الهدف الثالث بعد أن ضربت الكرة لرأس طارق الجمل لتكون في مرمى الاتحاد. 3-1 أمام الأوراق، هي أول نتيجة تكون أو تحدث في الديربي بين فريق الاتحاد وفريق الأهلي. لو رسم السيناريو رضا عطية لن يكون بهذا الانتاج، بهذا الكتابة. رأسية، خروج خاطئ من الفرجاني، رأسية من طارق، الكرة أتت في مرمى الحارس الفرجاني. هذه الكرة من أنيس يتلاعب بالكرة، كان الكرة مغناطيس، تلصق في قدم أنيس ليراوغ، يتلاعب بالمعتصم صبو، يلعب لعرض وطارق الجمل برأسية. 3-1 كما ذكرت. مرمى الحارس حسابي الهودي لازم تكون باختراقات. ولكن هناك التغطية، يخطي هذا اللاعب، يمر هذا اللاعب بشكل طيب، هجمة الآن صالح فريق الأهلي، الهدف الأول. إذا خطأ من مدافعي فريق الأهلي، ينجح اللاعب سلتو في تسجيل أولى الأهداف في هذا اللقاء. إذا الدقيقة 13، اللاعب سلتو بعد أن وصلت كرة عرضية يسجل الهدف الأول لصالح فريق الأهلي طرابلس. خطأ، ستشاهدون الإعادة وستعرفون ما هو الخطأ اللي وقع فيه مدافعي فريق الأهلي. كرة كانت من خطأ فادح، استقلها لاعبو فريق أهلي طرابلس ليسجلوا الهدف الأول. لاحظوا هذه الكرة، راوغ بكل
روعة هذا اللاعب يراوغ ويشاهد سلتو ليفتح له اللعب ويسجل بكل هدوء داخل الشباك معلن على الهدف الأول. بالتأكيد المباراة ستأخذ منعرج آخر. هذه هجمة لصالح فريق الأهلي بنغازي، المحاولة لصالح فريق الأهلي بنغازي من ناحية اليسار، وهذه عادة من جديد لهذا الهدف. إذن فريق الصفراء لعلي سلامة، هذه عادة من زاوية أخرى للهدف الأول لفريق الأهلي طرابلس. كرة ملعوبة بالعرض والمتابعة وما كانت فيه تغطية، إذن هدف أول لصالح فريق أهلي طرابلس. 2-1 كما ذكرت في نهاية الشوط الأول، النتيجة اللي كانت 7 مرات، 4 مرات كانت لصالح الاتحاد، 3 مرات كانت لصالح الأهلي. هل ستكون الرابعة؟ هل سيتعادلون؟ على الكرة لأنيس يراوغ يتلاعب، يلعب لكرة خطيرة، فرصة الله 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 الله، يا سلام عليك، استلم قرر فراوغ مرر والكرة في الشباك. 3-1 انهيار في جدارات دفاعات الاتحاد. أنيس سلتو يراوغ ليسجل الهدف الثالث بعد أن ضربت الكرة لرأس طارق الجمل لتكون في مرمى الاتحاد. 3-1 أمام الأوراق، هي أول نتيجة تكون أو تحدث في الديربي بين فريق الاتحاد وفريق الأهلي. لو رسم السيناريو رضا عطية لن يكون بهذا الانتاج، بهذا الكتابة. رأسية، خروج خاطئ من الفرجاني، رأسية من طارق، الكرة أتت في مرمى الحارس الفرجاني. هذه الكرة من أنيس يتلاعب بالكرة، كان الكرة مغناطيس تلصق في قدم أنيس ليراوغ، يتلاعب بالمعتصم صبو، يلعب لعرضية وطارق الجمل برأسية. 3-1 كما ذكرت. مرمى الحارس حسام الكودي لازم تكون باختراقات. ولكن هناك التغطية يخطي هذا اللاعب، يمر هذا اللاعب بشكل طيب، هجمة الآن لصالح فريق الأهلي، الهدف الأول. إذن خطأ من مدافعي فريق الأهلي، ينجح اللاعب سلتو في تسجيل أولى الأهداف في هذا اللقاء. إذن الدقيقة 13، اللاعب سلتو بعد أن وصلت كرة عرضية يسجل الهدف الأول لصالح فريق الأهلي طرابلس. خطأ ستشاهدون الإعادة وستعرفون ما هو الخطأ اللي وقع فيه مدافعي فريق الأهلي. كرة كانت من خطأ فادح، استقلها لاعبو فريق أهلي طرابلس ليسجلوا الهدف الأول. لاحظوا هذه الكرة، راوغ بكل روعة هذا اللاعب يراوغ ويشاهد سلتو ليفتح له اللعب ويسجل بكل هدوء داخل الشباك معلن على الهدف الأول. بالتأكيد المباراة ستأخذ منعرج آخر. هذه هجمة لصالح فريق الأهلي بنغازي، المحاولة لصالح فريق الأهلي بنغازي من ناحية اليسار، وهذه عادة من جديد لهذا الهدف. إذن فريق الصفراء
لعلي سلامه، هذه عاده من زاويه اخرى للهدف الاول لفريق الاهلي طرابلس، كره ملعوبه بالعرض والمتابعه وما كانت فيه تغطيه، اذا هدف اول لصالح فريق اهلي طرابلس.